السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم نورة من قناة بيت جنتي مع نورة. من فضلكم قبل ما نعمل اي حاجة يا ريت تشتركوا في القناة لو اول مرة تشوفوها، فضلا وليس امرا، ويا ريت ما تنسناش بلايك حلو كده على الفيديو. بصوا ان شاء الله هنعمل النهاردة البيض بطريقة حلوة جدا، ممكن تعتبريها وجبة عشاء، فطار، زي ما انت ما تحبي، يعني حابة ان انت تسميها. المهم الطريقة دي جميلة جدا وبجد هتعجبكم وتنور رضاكم. ومعايا كمية البيض بقى اللي انت حابة تعمليها، بيض مسلوق عادي خالص، وهنقسمه من نص دلوقتي مع بعض. ومعايا هنا تشكيلة من الجبن، جبن رومي على موتزاريلا، حابة تحط اي نوع زي ما انت حابة. وهحط هنا برضو زيتون، لو يفضل يكون زيتون الوان، بس ما لقيتش الا الزيتون ده. ومعايا 3 فصوص من الثوم كده، ومعايا هنا فلفل الوان، لو في بقى فلفل اصفر كمان ممكن تحطي. ومعايا هنا بصوا دبس رمان، او لو عندك صويا صوص ممكن تحطي، المتوفر عندك تحطي. وكمان هنحط التوابل والزبدة، وكمان هنحط كده حاجة كده هتخلي لونها حلو. يلا تعالوا معايا عشان تشوفوا ده كله عملي، بس ما تنسوش لايك حلو زيكم. يلا تعالوا معايا. وقبل ما نروح كده نعمل مقاديرنا، حبيت كده اوريكم ان انا هنا بقطع البيض كده من النص، تمام، زي ما انتوا شايفين كده. لو عندك بيضة وانت بتقشريها يعني حصل فيها كده عادي خالص، ما فيش فيها اي مشكلة، يعني اتفتحت معاك وهي مسلوقة عادي خالص، ما فيش فيها اي مشاكل. هقطع الكمية اللي معايا كلها بنفس الطريقة. بجد عايزه اقول لكم الوهم، وهم الاكله دي، وهم بجد، يعني كلام كتير فيها مش مفروض يتقال عليها، لان انا عايزاكم تجربوها عشان بجد هتعجبكم. الشكل ده كده. بعد ما خلصت كده تقطيع البيض، هقطع بقى الفلفل اللي معايا، اخد ده كده. بصوا انا هنا الشطه بتاعتي حاميه، فبصوا مش هاخد فيها كتير، كفايه كده عشان خاطر عندي اطفال وكده. وهكمل بقى بالفلفل البارد عندي، زي ما انت حابه، زي ما قلت لك حطي اهو، اقطعها كده زي حلقات. بصوا انا هعمل كده عشان اتملك اكتر، مش عارفه، ما بعرفش اقطع على القطعه دي، يعني بحب بحس ان كده احسن. ارجعها بس ورا كده عشان ما يوقعش هنا حبيبات بتاعت الفلفل هنا كده بالشكل ده. وبرده ده كده قطعه كده. بص عايزه اقول لكم على حاجه، لو انت حابه تقطعي الفلفل كده او حلقات زي ما انت ما تحبي، براحتك انت، ده اختياري. وزي ما قلت لكم الوجبه سهله وخفيفه، وعندي برضو الفلفل الاحمر برضو هيدي شكل ومنظر حلو. على فكره ومش عندك فلفل احمر او فلفل الوان، زي ما قلت لكم اي حاجه تأدي الغرض، كلهم نفس الطعم، بس عشان خاطر العين بتاكل قبل طبعا الفم. خلاص خلصت كمية الفلفل، انا ما عملتش كل الفلفل معايا، كفاية كده. يلا معايا كده عشان نشوف هنعمل ايه مع بعض. البوتاجاز عندي كده، البوتاجاز طاسة بحط فيها معلقة كده من الزبدة، معلقة واحدة كفاية مش هكتر. والتوم بتاعي يكون مهروس، لو انت حابة تحط فص فصين، انا احط 2 كفاية. انا احط هنا زبدة او سمنة بلدي، هنزل هنا كده بالثوم. لو انت على الثوم الكبير ممكن تحطي فصين كتير كفايه، لو 3 يعني، لو 3 يبقى حجمهم صغير زي ما انت حابه. الثوم انا عندي، هاخد بقى كده البيض بتاعي واحطه. اعملي بقى كميه البيض اللي انت حابه تعمليها براحتك انت، وانت اللي هتاكلي زي ما قلنا. الطريقة دي جميلة جدا، جربوها يا بنات، بجد مفيدة جدا وفيها قيمة غذائية عالية. اهو كده بالشكل ده كده، حطيت كمية البيض اللي عندي كلها. هنزل بقى كده بالفلفل، احاول كده اخلي كل واحدة كده بالفلفلاية حوالين كده البيض اهو،
كده بالشكل ده كده. لو ما هيش داخله في البيضه ممكن تفتحيها وبتدخل عادي خالص، يعني ما تخافيش. عاوزه مفتحها كده بالشكل ده كده. ممكن نحط على الجوانب كده. بصوا انا هنا خلاص حطيت الفلفل، الفلفل والزيتون اختياري، حابه تشيلي حاجه تستبدلي حاجه براحتك انت، بس انا عاملاها كديكور كده وبرده بتدي طعم حلو قوي قوي. يعني اللي متوفر عندك حطيه، سلام بقى لو عندك فلفل الوان تبقى برده جميله جدا، بتديها طعم لذيذه كده. جربوها يا بنات بالله عليكم وقولوا لي ايه رايكم، والله هتعجبكم جدا زي ما عجبتني وعجبت الاطفال عندي، وزي ما قلت لكم قبل كده فيها قيمه غذائيه عاليه جدا. اتمنى منكم ما تنسونيش باشتراك في القناه عشان قناتي تكبر بيكم وليكم. اخر حاجه بقى هنا بحطها اللي هي الجبنه. حطي بقى الجبنه اللي انت حابه تحطيها، انا هنا هحط عندي زي ما قلت لكم جبنه رومي وموتزاريلا، زي ما انت حابه تحطي. بصوا هي مش مبشوره فانا هعملها كده بايدي عادي خالص، جميله جدا والله العظيم، حلوه قوي 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 وهتعجب عندك اولادك اهو. واو مش عايزه اقول لكم ريحتها دلوقتي، انا مش قادره استحمل ريحتها جميله. عندي الجبنه الموتزاريلا كده للاسف انا مطلعاها من بدري، ف مش عارفه بقت كلها على بعضها، هي كانت مبشوره اصلا فمش مشكله، هي اي حاجه بتأدي الغرض وخلاص، كده كده هي بتسيح في الاخر. حط كده كميه حلوه، كميه معتبره. حاولي بقى تيجي تحط كده في النص، ما تحطيش على الاطراف. وفي اخر حاجه بقى هحطها انت هتشوفوها معايا، وهي اللي هتديها الشكل الحلو كده العام، جميله جدا والله مش عايزه اقول لكم، روعه، كلمه روعه قليل عليها. واستنوا بقى الايام الجايه ان شاء الله نعمل حاجات حلوه مع بعض. بصوا حطيت كميه الجبنه الاول، هغطي عليها واسيبها على نار هاديه كده، وبعدين نرجع تاني نكمل مع بعض. نشوفها بقى كده بعد ما خلاص، شايفين ما شاء الله جميله جدا، حاجه كده فوق ما تتخيلوا. بصوا انا عندي هنا طبق فيه صلصه، الصلصه دي معموله ازاي؟ معلقه من الزبده، معلقه من الزبده سبتها كده لحد ما تسخن، ونزلت عليها معلقتين من البابريكا الحمراء جدا، وسبتهم يتحمروا كده، ونزلت عليهم بشويه من الطماطم. طبعا الطماطم دي معموله في خلاط ومتصفيه، هاخدها كده وانزل عليها بشويه كده من الدبس الرمان عشان تديها لون حلو كده، يعني حوالي معلقه كبيره كده، بتديها طعم يعني ومزازه حلوه كده. وما ننساش برده نحط كده رشه من الفلفل الاسود عشان عندنا هنا بيض اهي. بصوا انا مش هحط ملح كتير، انا هحط حاجه يعني صغيره جدا، وما ننساش ان احنا كنا حاطين قبل كده في التوم ملح. فايه بصوا مش عارفه اتملك لاني معايا، بصوا حاجه بسيطه جدا من الملح عشان خاطر انا حاطه قبل كده ملح في التوم، وكمان كنت الجبنه الرومي وال قولوا معايا الزيتون كمان مملح مملح، هنعملها كده كايه اللي هو مش اكتر ولا اقل. حابه بقى تحطي الكميه كلها حطي زي ما انت حابه، انا مش هحط كتير. ونسيت اقول لكم على حاجه، يا ريت ما تبقاش تكتري من الجبنه الرومي او الجبنه الموتزاريلا، عشان لما تيجي تحطي كتير البيض مش هيظهر معاكي على الوش كده. بصوا بس كده كفايه، هسيبها كده مع نفسها وهسيبها بس على نار هاديه، وبعدين اطفي عليها ونقدمها دلوقتي مع بعض. بصي بقى كده خلاص انا هطفي عليها، بس حاولي كده قبل ما تطفي في الحاجه الاخيره كده قبل 5 دقايق، يعني حاولي انت تفصلي البيض كده عن بعضه بحيث ان يبقى ظاهر معاكي في الطبق كده، وزي ما قلت لكم الشكل العام او الديكور بيبقى شكله حلو. هطفي عليها بقى معاكم كده، خلاص استوت والله العظيم ريحتها يا جماعه مش عايزه اقول لكم من حلاوتها، ولادي واقفين جنبي ومستنيينها تنزل على النار، وهناكلها دلوقتي ونقدمها سخنه. وبالف هنا وشوف يا رب على كل اللي جربها بالله عليكم، ما تنسوش بقى بلايك واشتراك في القناه، ده اهم حاجه عشان القناه تتشاف، لان صراحه عندي القناه يعني مش واقعه خالص. اتمنى منكم يلا تعال نقدمها كده مع بعض. ده حبايبي كده زي ما انتم شايفين البيض خلاص اهو، وعملت معاه كده مكرونه، وحابب اوريكم كده، اوريكم يعني اوريكم كده من جوه عامل ازاي. بجد شوفوا يا جماعه، وهم 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 يعني، يا سلام. بصوا بصوا الجبنه عامله ازاي، ولا الفلفل مش عايزه اقول لكم مطاطي خالص اهو. بصوا اهو
جميلة جميلة. نجيب لكم واحدة كده من النص. يعني احنا بنشوف طبعا الكوريين او يعني الناس الصينيين كانوا بياكلوا البيض بالطريقة دي، احنا عملناهم احسن منهم. يا رب الطريقة بتاعتي تعجبكم. لو عجبتكم بقى ما تنسونيش بقى بلايك وشير وسبسكرايب للقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في رعاية الله. باي باي.